امبارح أعلنت وزارة الصحة عن توافر لقاحات كورونا والإنفلونزا في مختلف المكاتب الصحية وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وده طبعا استعدادا لدخول فصل الشتاء اللي بتنتشر فيه هذه الأمراض التنفسية وغيرها كمان من الفيروسات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحية لو تكلمنا عن أهمية الحصول على هذه اللقاحات، لقاحات كورونا والإنفلونزا الآن تحديدا. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. طبعا احنا يعني في اواخر طبعا فصل الصيف، وبن يعني بنستعد لدخول الخريف مع الشتاء. ودي طبعا فتره زمنيه من السنه بيزيد فيها انتشار كثير من مشببات الامراض، وطبعا يجي في مقدمه مشببات الامراض اللي بتنتشر في هذه الفتره الفيروسات التنفسيه، وفي مقدمتها طبعا فيروس الانفلونزا بكل سلالاته، مجموعه فيروسات النزلات البرد، فيروس المخلوي التنفسي، بالاضافه لبعض انواع البكتيريا بتكون بتتصف بانها بمعدلات انتشارها بتزيد في مع انخفاض درجات الحراره وانخفاض درجات الرطوبه، ودي اللي بيسترعى اهتمامنا ان احنا نعلن للمجتمع المصري عن وجود وسائل وقائيه ناجعه وفاعله في مواجهه هذه المسببات من الامراض الخطيره، وفي مقدمتها طبعا فيروس الانفلونزا المتعارف عليه، واللي في السنين الاخيره او الفترات الاخيره اتصف بانه بيكون حاد وشديد في تاثيره على صحه الشخص المصاب، وفي الاحيان كثيره بتكون الحاله مصحوبه ببعض المضاعفات اللي قد تدفع المصاب الى ملازمه الفراش او التعطل عن العمل او الدراسه، وقد في بعض الاحيان برضه يدفع بعض المصابين اصحاب الامراض المزمنه او اصحاب الظروف الصحيه الخاصه الى الدخول للمستشفيات وحدوث مضاعفات جسيمه، قد في بعض الاحيان برضه بتؤثر على حياه الشخص بشكل مباشر. عظيم. دكتور مصطفى، هل ما زالت اللقاحات بتاعت كورونا ثابته زي ما هي زي ما احنا عارفينها، ولا في لقاحات جديده للمتحورات الجديده؟ هو عن احنا طبعا لقاح الكورونا من بدايه ما اتعمل كان يعني متماشي مع انه بيحقق يعني نسبه مرضيه من الوقايه ضد الكورونا، سواء كان الفيروس الاصلي او المتحورات او المتغيرات اللي هي بتنتج عنه مع مرور الوقت والتحورات التي بتطرأ على الفيروس. الجديد بقى انه فيه اللي هو الفيروس تطعيم فيروس كورونا المعدل اللي هو بنقول عليه البايفيلنت او ثنائي السلاله، اللي بيحتوي على سلالتين من الفيروس، وده اكثر حاجه تواكب التحورات والتغيرات اللي بتطرا على الفيروس، واكثر حاجه ممكن يستفيد بيها الشخص دلوقتي لو ان احنا اللي ما بداش المفروض ان هو يبتدي، او لو كان حد بدا بالفعل واخذ بعض الجرعات، الجرعه الاولى والثانيه، ممكن يعني يسعى انه يحصل على الجرعه المعززه والجرعه المنشطه لاكتساب الوقايه والحمايه في مواجهه هذا الفيروس، اللي من ضمن الفيروسات برضو التنفسيه اللي بيزيد انتشارها في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحراره ودرجات الرطوبه، وان الظروف تبقى مواكبه لانتشار هذه الفيروسات. طيب دكتور، وحضرتك بتقول دلوقتي توفر الامصال واللقاحات للانفلونزا وايضا كورونا، هل الشخص اللي هيتلقى لقاح كورونا على سبيل المثال ممكن ياخد كمان او يتلقى لقاح الانفلونزا، ولا بيبقى في تعارض في الحصول على اللقاحين معا؟ ما فيش تعارض خالص في الفتره الحاليه ما بين لقاح الانفلونزا واي لقاح ثاني بما فيهم لقاح الكورونا، فممكن للشخص انه يتلقى لقاح الانفلونزا ولقاح الكورونا في نفس الوقت وفي نفس الجلسه، ممكن ياخد واحد قبل الثاني او واحد بعد الثاني، ما فيش اشتراط لمده زمنيه فاصله، ما فيش اشتراط لان هم ما يتاخدوش مع بعض، يعني فرصه برضو ان الواحد لو اخذ قرار واحد بس في وقت واحد ان هو يطعم التطعيمين في وقت واحد، يبقى حقق حمايه كبيره جدا جدا ضد نوعين من الفيروسات اللي بتنتشر في الشتاء بمعدلات عاليه جدا. طيب كان في بعض اللقاحات الخاصه بالكورونا في البدايه كده كان ليها بعض الاعراض الجانبيه، صداع، ارتفاع درجات الحراره، تكسير في الجسم بعد اخذ اللقاح بيوم او بيومين، هل ما زالت الاعراض دي موجوده؟ حضرتك اللقاحات زيها زي جميع المركبات سواء الكيميائيه او البيولوجيه اللي يعني بتدخل جسم الانسان وبيتفاعل معاها جهاز المناعه محدثا استجابه مناعيه، بيتحقق من وراها الوقايه ضد المرض اللي احنا طعمنا الشخص ده من اجله،
قد يستتبع يعني هذه الإثارة لجهاز المناعة يعني نوع من التفاعل اللي هو ربما لا يخرج عن ارتفاع طفيف درجة الحرارة، ألم في الجسم بصفة عامة، شعور بالصداع. أنا بسأل حضرتك ليه يا دكتور مصطفى؟ ما يحصلش الكلام ده خالص يعني. هو أنا فاهم طبعا، مش شرط إن أنا عشان الطعم لازم تحصل هذه المضاعفات، لأنه يعني أعتقد إن كلنا في مصر أكيد جالنا كورونا ومرة واتنين خلال الفترات اللي فاتت، فأنا بسأل حضرتك يعني عشان النقطة دي. مهم جدا طبعا، حتى لو كنا أصبنا بالكورونا مرة أو اتنين، لأن السلالات والمتغيرات بتاعة الفيروس كتيرة، فاحنا بنقول ان انا لو اصبت مرة او اتنين بتمتع بجزء من الوقاية، استكمل بقى بقية الوقاية بان انا اخد اللقاح، بحيث ان تبقى يعني عندي مجموعة من الاجسام المضادة باختلافاتها بتغيراتها تقدر تواجه او تواكب المتغيرات اللي ممكن اتعرض ليها على مدار السيزون. يعني دكتور اخيرا، سعر اللقاحات دي تقريبا كام؟ اللقاح الكورونا لازم برضو ننوه للسادة المشاهدين ان لقاح الكورونا بيقدم مجانا، ولا يعني ما بيكلفش الشخص طالب التطعيم اي تكلفة، بتقدمه وزارة الصحة مشكورة مجانا تماما تماما دون دفع ودون تكلفة اي تكلفة مادية على الشخص. اما فيما يخص لقاح الانفلونزا فانها السنة دي يعني تبقى للتسعيرة الجبرية للقاح، فاسعاره تتراوح ما بين 190 جنيه 257 جنيه 267 جنيه. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح.